أيام الأسبوع. سئل الإمام الهادي عليه السلام في معنى قول الرسول صلى الله عليه وآله: لا تعادوا الأيام فتعاديكم، فقال: نعم، الأيام نحن، ما قامت السماوات والأرض. فالسبت اسم رسول الله صلى الله عليه وآله، والأحد اسم أمير المؤمنين عليه السلام، والاثنين الحسن والحسين، والثلاثاء علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد، والأربعاء موسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وأنا، والخميس ابن الحسن، والجمعة ابن ابني، وإليه يجتمع عصابة الحق، وهو الذي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وهذا معنى الأيام، فلا تعادوهم في الدنيا فيعادوكم في الآخرة.